درسنا ضمن مقرر رياضيات اقتصادية وإدارية نحو الفصل. اليوم جلستنا العاشرة رح نتابع بموضوع تفاضل المشتقات، تحديدا رح نحكي عن تفاضل الجزئي. خطة العمل إن عندنا 12 محاضرة عن الفصل، اليوم بالجلسة العاشرة رح نحكي عن تفاضل الجزئي. نذكر انه الفصل السادس من المقرر صرنا لثلاث جلسات تزامنيه لانه موضوع مهم وطويل. الجلسه الاولى اخذنا التفاضل وقواعده واخذنا بعض التوابع الشهيره وشفنا كيف نحسب مشتقات. الجلسه الثانيه اخذنا التفاضل وتطبيقاته على الايرادات والتكاليف والارباح. وهلا رح اليوم رح نشوف التفاضل الجزئي والمروري. بيبقى لنا جلستين ناخذهم الاسبوع القادم وبننهي المقرر. الجلسات اني انا بعثت لكم اياهم بالايميل ومحددين اوقاتهم بدقه. بكره في وحده. الكل وصلوا الايميل بالمواعيد. تمام. اوكي. اذا جلستنا العاشرة رح نكفي بالتفاضل والاشتقاق. مثل ما سبق وقلنا الجلسة الأولى أخذنا مفاهيم التفاضل والاشتقاق، ما في تكامل وما في تكامل، تفاضل والاشتقاق. الجلسة الثانية أخذنا توابع الحدية لإيرادات تكاليف الأرباح، القيمة المثلى لبعض التوابع الاقتصادية ومنها الربح. اليوم رح ندرس ظاهرة المرونة الحدية والتفاضل الجزئي ومضاريب لاجرانج. هون صرنا رحنا. رح نبدأ من تعريف المرونة. هلا المرونة إلاستيسيتي بالأجنبي هي تغير نسبي لمتغير بالنسبة لمتغير تغير اخر. هاي المرونه بشكل عام. فنحن مرونه الطلب بالنسبه للسعر مثلا. نرمز لها اي. مرونه الطلب ومعناتها هي بتعبر عن تغير في الطلب، التغير النسبي للتغير في الطلب، بالنسبه للسعر على التغير في السعر. فشايفين اذا من قراءه التعريف مرونه الطلب بالنسبه للسعر، بعرف انه هي التغيرات في الطلب على السعر. لانه ممكن تنعرف انا اطلب او نحسب مرونه الايرادات بالنسبه للسعر. مرونه الايرادات بالنسبه للطلب. فاذا مرونه الايرادات هي التغيرات في الايرادات بالنسبه للسعر على التغير في السعر. ولكن بشكل عام نحن رح نهتم بحساب مرونه الطلب بالنسبه للسعر ومرونه السعر بالنسبه للطلب. هلا مرونه الطلب بالنسبه للسعر هي مقلوب مرونه السعر بالنسبه للطلب. لانه بتتغير النسبه، البسط بصير مقام والمقام بسط. فالمرونه مثل ما حكينا هي التغير في الطلب، تغير نسبي في الطلب هي دلتا كيو على كيو، هذا هو التغير في الطلب، على التغير النسبي في السعر اللي هو دلتا بي على بي. هلا اذا ثبت الكسر على الكسر بيطلع معي بهالشكل هذا، دلتا كيو على دي بي، دلتا بي وبي على كيو. فهي هي علاقه المرونه. ساعات انا بقول احيانا بنختصر بنقول بس مرونه. المرونه هي مقصوده مرونه الطلب بالنسبه للسعر اذا ما عبرنا عنها بشكل كامل. ولكن انا صراحه انا بحب انه دائما ينذكر بصراحه مرونه شو. يعني ما تترك المرونه لحالها. فاذا بعض المراجع ذكرت المرونه فهي قصدها مرونه الطلب بالنسبه للسعر. وهي مقدار تغيرات الطلب على مقدار التغيرات بالنسبة للسعر وتكتب بهالشكل هذا. هلا دلتا نحن رياضيا وقت نستخدم دلتا هي بتعبر عن تغيرات كبيرة نسبيا. وقت تصير تغيرات صغيرة جدا نستخدم الدي. الدي هي التفاضل نفسها للتغيرات الصغيرة اللي درسناها بأول هالفصل هذا. فبتصير عبارة المرونة من هالشكل هذا. بي على كيو ضرب
دي كيو على دي بي، يعني مشتق الكيو بالنسبه للمتغير بي. هالنسبه هاي اسمها المرونه. بما انه عندي هون مشتق تفاضل، فممكن هالقيمه تكون سالبه او موجبه، فنحن رح نهتم بالنسبه للمرونه، بالقيمه المطلقه للمرونه. اذا القيمه المطلقه واحد بتكون مرونه واحديه. فشو معناتها؟ تغيرات في الطلب تساوي تغيرات في السعر، بالنسبه لتغيرات البسط تساوي تغيرات المقام. اذا القيمه المطلقه للمرونه لاي اكبر من الواحد، معناتها التغيرات بالطلب اكبر من التغيرات في السعر، يعني بالبسط اكبر من المقام، وبنقول الطلب مرن بالنسبه للسعر. اما اذا كانت القيمه المطلقه لاي اصغر من واحد، فبكون تغيرات البسط اصغر من تغيرات المقام، والطلب غير مرن بالنسبه للسعر. اذا هذا اللي بيهمنا نحن من موضوع المرونه، تعريفها ونناقش ناخذ قيمتها المطلقه ونشوف امتى هي واحد، امتى هي اكبر تماما من الواحد او اصغر تماما من الواحد، لحتى نعرف انه هي امتى الطلب بيكون مرن بالنسبه للسعر او الطلب غير مرن. هل عنده سؤال؟ هذا عنده سؤال او استفسار؟ طيب. نحن سبق وشفنا انه دائما او اغلب الاحيان نكتب البي بدلاله كيو. يعني السعر بدلاله الكميه. ولكن نحن فينا نكتب التابع العكسي له كيو بدلاله البي. اذا البي معطيه بدلاله كيو، فينا نكتب الكيو بدلاله البي. ونحن نستفيد من خواص التابع العكسي. شو بيقولوا؟ نحن شفنا كمان بالجلسة الأولى تفاضل التابع العكسي هو مقلوب تفاضل التابع الأصلي. شو يعني؟ دي كيو على دي بي، يعني مشتق الكيو بالنسبة للبي، هو مقلوب دي بي على دي كيو بالنسبة لدي كيو. هاي مهمة، لأنه هاي رح نشوف هلا بعد شوي إنه هي بتغنينا عن إنه نكتب كيو بدلالة البي. انا بدي دي كيو على دي بي، فانا مضطر اكتب كيو بالنسبه للبي. بس احيانا مو سهل دائما نحسب من بي، اذا معطيه بدلاله كيو نحسب كيو بدلاله بي. فلا، احيانا انا اذا بكتبها ومشتقه صحيحه. والطريقه الثانيه بجوز هي تكون كمان اسهل، انه انا بستخدم انه بدي دي كيو على دي بي، بشتق دي بي على دي كيو وبقلبها تطلع معي مباشره. فراح يكون راح نشوف بعد شوي انه عندي انا حلين. فاذا انا المرونه تكتب بهالشكل هذا. هلا اذا بدي مرونه السعر بالنسبه للطلب، مرونه السعر بالنسبه للطلب اصبح تغيرات السعر على تغيرات الطلب، وتكتب بهالشكل هذا. بنشوف انه هي مرونه السعر بالنسبه للطلب هي مقلوب مرونه الطلب بالنسبه للسعر. لانه هون البسط بصير مقام والمقام بسط. هلا من شوي السلايد اللي قبله انا نوهت لهالشيء، انه مرونه السعر بالنسبه للطلب هي مقلوب مرونه الطلب بالنسبه للسعر. خلينا ناخذ تطبيق. عندي البي بدلاله كيو، بنحسب مرونه الطلب بالنسبه للسعر عندها كميه معينه هي 10. تابع المرونة نحن سبق وشفنا بهالشكل هذا. مرونة شو؟ مرونة الطلب بالنسبة للسعر. طيب، خلينا نحسب تابع الكمية بدلالة السعر، يعني نحسب كيو. أنا هون محتاج لدي كيو على دي بي، فبدي أكتب كيو بدلالة البي. هلا من هالعلاقة هاي فيني أنا أحسب كيو. بنقول كيو لطرف ولكلهم بطرف واحد، فبيطلع كيو يساوي اضرب 2 مشان لأنه هاي أمثلة مص. فبطلع كيو هي 80 ناقص 2 بي. هلا اذا اشتقيت كيو المشتق الاول لكيو بالنسبه للبي هي ناقص 2. هلا عندي كيو 10، عوضوا هون شو بيطلع بي؟ البي 40 ناقص نص ضرب 10، يعني 40 ناقص 5 35. بنعوض بقانون المرونه، بي على كيو 35 على 10 ضرب المشتق اللي هو ناقص 2. طب يطلع ناقص 7.5. انا هون شو بهتم؟ بالقيمة المطلقة لإي.
اللي هي بتصير 7.5، القيمة المطلقة دائما مجبل، هاي أكبر تماما من الواحد، فإذا الطلب مرن عند هالسعر هذا. تمام. خلينا ناخذ تمرين اخر، بي من الدرجه الثانيه لكيو، يعني 200 ناقص كيو مربع. بدنا نحسب مرونه الطلب عند السعر 100، وبدنا نحسب نسبه التغير بالكميه اذا ارتفع السعر بنسبه 5%. وقت السعر بيرتفع بمقدار 5%، شو بيتاثر على التغير؟ شو بتغير الكميه؟ بدنا نشوف. طيب أول شيء عندي هالعبارة بي 200 ناقص كيو مربع. هلا أنا عند البي 100 أنا بدي أحسب. طيب عودوا هون، بي هي علاقتها بي 200 ناقص كيو مربع وتساوي 100، بنحسب بدنا كيو. الكيو مربع شو تساوي؟ 200 ناقص 100 صارت 100. ننتبه رياضيا معناتها إما كيو 10 أو كيو ناقص 10. هي رياضيا ما حدا ينسى لي هذا، بالرياضيات ما بننسى هذا. كيو مربع 100 معناتها كيو ناقص 10 او ناقص 10، ولكن نحن هون بعلم الاقتصاد علوم الاداره الكيو 10، الكيو هي شو؟ بتدل الى معنى، هي كميه انتاج. ما في كميه انتاج سلبي فبيكون هالحل مرفوض، وبالتالي انا بيطلع عندي حل وحيد مقبول والثاني مرفوض، فالكيو 10 بتقابل. طيب بدنا نحسب دلتا دي كيو على دي بي. هلا هون كمان فيني انا احسب من بي بدلالة كيو، هون بي بدلالة كيو، فيني انا احصل على كيو، اكتبها واشتقها. هون راح اطبق الطريقة الثانية مثل ما قلت لكم، انا بدي دي كيو على دي بي، يعني بستخدم هي مقلوب دي بي على دي كيو. فبشتق انا مثل ما هون هي عندي جاهزة، البي فتحة بالنسبة لكيو هي فورا ناقص 2 كيو. فالكيو فتحة بالنسبة للبي، هاي كيو فتحة هي مقلوبة 1 على ناقص 2 كيو. شايفين أسرع وأسهل. هلا عند الكمية عند السعر بي 100 وجدنا الكيو 10، بنعوض كيو دي كيو على دي بي أو كيو فتحة بالنسبة للبي ناقص 1 على 2 كيو، يعني ناقص 1 على 20. نعوض بقانون المرونة فبتطلع هي ناقص نص. القيمة المطلقة لإي أنا مهتم فيها هي تساوي نص، النص أصغر تماما من الواحد، وبالتالي الطلب غير مرن عند هالسعر هذا. واضحة يا صبايا ويا شباب؟ إذا في شيء مو واضح سألوني. على كل هالامور هاي بظن شفتوها بالاقتصاد الجزئي، المرونة الطلب بالنسبة للسعر ومرونة السعر بالنسبة للطلب. تمام يا هبة. طيب بنتابع الحل. هلا عم يقولوا لنا اذا ارتفع السعر بمقدار 5% شو بيأثر على الكمية؟ شو نسبة التغير؟ هل بتزداد ولا بتتناقص؟ وقد ايه؟ سؤال مهم. انا من تعريف المرونه هي مرونه الطلب بالنسبه للسعر، تغيرات الطلب على تغيرات السعر. وزدتها من شوي هي ناقص نص. طيب اصبح منا دلتا كيو على دي بي يساوي ناقص نص ضرب تغيرات السعر. وتغيرات السعر 5%. 5% هي دلتا بي على بي. اصبح دلتا كيو بعوض ناقص نص ضرب 5% ناقص 2.5. شو الاستنتاج المهم اللي انا استنتجته؟ اذا زاد السعر 5% هذا 5% تناقصت الكميه 2.5%، تناقصت جاي من الناقص. الناقص هو اللي بيقول لي انه تناقصت بنسبه 2.5%. اذا استنتاج كثير مهم اللي حصلت عليه، اني انا عرفت وقت يزداد السعر بمقدار 5% رح تتناقص الكميه
2.5%. هلا إذا بدي أحسب أنا مرونة السعر بالنسبة للطلب، يعني مقلوب السابقة عند كمية كيو 10، مرونة السعر بالنسبة للطلب تعطى بها العلاقة هاي اللي هي تغيرات السعر على تغيرات الكمية. ففي عندي دي بي على دي كيو، فورا مشتقة من هون دي بي على دي كيو، ناقص 2 كيو طلعت ناقص 20. عندي كيو 10 عوضوا كيو 10 طلع البي 100. شو قيمة مرونة السعر بالنسبة للطلب؟ طب العلاقة طلع ناقص 2. هلا ناقص 2 هي المرونة الطلب الطلب بالنسبة للسعر، هي مقلوب مرونة السعر بالنسبة للطلب، يعني وحدة مقلوبة الثانية. يعني كان أنا فيني دغري من هون اكتب الاي تبع هاي الثانية هي 1 على اي 1، هاي مرونة السعر بالنسبة للطلب تساوي 1 على مرونة الطلب بالنسبة للسعر، وتساوي 1 على شو زدت المرونة الأولى ناقص نص، وتساوي ناقص 2 اللي هي هاي. فيني طبق هيك وفيني اقول انا استفيد انه هي مقلوبه. اذا ناقص 2 قيمتها المطلقه 2 اكبر من 1، وبالتالي السعر مرن بالنسبه للكميه، لان انا بحسب مرونه السعر بالنسبه للطلب، فالسعر مرن عند الكميه. تمام للجميع؟ نفس الشيء بنشوف اذا زادت الكميه 5% على شو بياثر السعر. طب نفس القانون، بحط القانون تبع المرونه بتساوي ناقص 2 وبشوف الكميه. بلاحظ انه زاد وقت بتزيد الكميه 5% السعر بيتناقص 10%. عندي بعض خصائص لمرونه الطلب سبق ونحن شفناهم، انه عندي الايرادات الايرادات الكليه تساوي السعر ضرب الكميه. وشفنا نحن الايرادات الحديه او الهامشيه الام ار شو هي؟ مشتق الايرادات الكليه بالنسبه لكيو. طيب الام ار نفسها مشتق الايرادات الكليه بالنسبه لكيو، يعني بي ضرب كيو على بالنسبه لكيو. البي هون هي تابع على كيو، وعم اضربها بتابع ثاني هو كيو، فهون صار من تفاضل جداء تابعين. فهو تفاضل الاول بالثاني زائد تفاضل الثاني بالاول، فبيطلع معي هالشكل هذا، لانه دي بي على دي كيو هذه هي ضرب الثاني كيو، زائد الاول هو بي ضرب دي كيو على دي كيو واحد، طلع معي هالشكل هذا. طلع البي عامل مشترك بيناتهم فطلع معي هالشكل. ما بنسى انه هذا هو 1 على اي اللي هو المرونه، لانه الاي هي بي الكيو على بي دي بي على دي كيو هي 1 على اي. فطلع هون العلاقه بين المرونه والايرادات الحديه او الهامشيه، ام ار يساوي البي بي 1 زائد 1 على اي. هاي علاقه مهمه. هلا اذا كان المرونه مؤشر المرونه بين الناقص 1 والصفر، اوكي، فواحد على اي شو بيكون؟ هاي خطا هون، مو اكبر، هون بتكون اصغر. يعني انا ساعات بيكون الاي اكبر من ناقص 1، فمعناتها واحد على اي شو بيكون؟ بغير اشاره التراجح بتصير اصغر من ناقص 1 على 1 مقلوبه اللي هي ناقص 1. فبيطلع الواحد على اي اصغر من ناقص 1. فمعناتها الواحد على اي زائد 1 اصغر من الصفر، فمعناتها الام ار سالب. شو الام ار سالب؟ معناتها مشتق الايرادات سالب، معناتها هذا الايرادات متناقض. ما هيك تعريف المشتقات؟ اذا مشتق وسالب فمعناتها هو تابع متناقض. وبما انه الاي بين الناقص والواحد والصفر، فقيمتها المطلقه اصغر من الواحد والطلب غير مرن. هيك بدي استنتج منها، من هالارقام استنتج ام ار سالب معناتها تابع الايرادات متناقض. ليش؟ لانه الام ار هو مشتق تابع الايرادات. اذا المشتق سالب معناتها هذا تابع متناقض. قيمة المطلقة اصغر من واحد معناتها الطلب غير مرن. ونفس الشيء هون، اذا كان الاي اصغر من ناقص واحد فواحد على اي اكبر من ناقص واحد. وبالتالي بيكون الام ار موجب تابع الايرادات متزايد. وهون بيكون الطلب مرن لانه قيمة المطلقة لاي
أكبر من الواحد. هلا إذا كان المرونة ناقص واحد، واحد على اي ناقص واحد بيطلع الام ار صفر. إذا الام ار صفر شو بيكون التي ار؟ ثابت، تابع إيرادات ثابت، والمرونة واحدة. كنا ماشيين تمام. كمان عندي خاصية، إذا كان معي هالعلاقة A B هي A Q Z B، علاقة خطية، ال A عملوا لي سالب، الميل المستقيم سالب وال B موجب، منها بنستنتج Q تكتب بهالشكل هذا. ال Q شلون بتكتب؟ Q تساوي ال P ناقص B على أمثالها عليه. هلا إذا طبقت المرونة، يعني مرونة الطلب بالنسبة للسعر، هي P على Q دي Q على دي P. شو تقوى؟ البي على كيو، البي على كيو، هاي البي، الكيو شو هي؟ ها هي واحد على اي بي ناقص بي ضرب دي كيو على دي بي، هي واحد على اي، بيروح اي ضرب واحد على اي بضل بي على بي ناقص بي، هاي هي المرونة. بنلاحظ انه هي مستقلة عن اي ميل المستقيم، وبنشوف اذا كان بي يساوي البي معناتها المقام صفر، معناتها المرونه صارت لا نهائي. واذا البي صفر البسط صفر، معناتها المرونه صارت صفر. واذا بي هي بي على 2 بيطلع الاي هي ناقص واحد، هو المول صفر ناقص واحد. فاذا رجينا نستناها بيانيا، بنشوف هذا المستقيم البي بدلالة الكيو ميله مستقيم لأنه الميل سالب، معناتها بينزل بهالشكل هذا. عند هالنقطة بيكون المرونة واحدية، كل ما طلعنا لفوق عم تزداد المرونة، عند هالنقطة بصير لا نهائي. كل ما نزلنا تحت هالنقطة بصير المرونة أصغر من الواحد، لعند هالنقطة بصير صفر. اللي هو ما عاد ننزل لتحت لانه هاي قيمه مطلقه، فعلى طول هي موجبه. هون عم نقول ما لها علاقه هالتابع بميل المستقيم، يعني كان هيك ولا هيك ولا هيك احضل المرونه الى نفس القيمه. هلا بننتقل للتفاضل الجزئي لتوابع متعدده المتغيرات. هلا نفس فكرة التفاضل الجزئي يا جماعة ما بيخوف، البعض بيخاف منه، دائما بشوف الطلاب بيخافوا منه. التفاضل الجزئي ما بيخوف، نفس فكرة التفاضل تماما، نفس فكرة الاشتقاق. ولكن شو اللي بيفرق؟ انه نحن بالجلسات السابقة كنا نتعامل مع متغير واحد، نقول البي تابع لكيو، بس هو متغير واحد. نقول الربح تابع لمتغير واحد، الإيرادات لمتغير واحد. ولكن الحالة العملية بالواقع ما في شيء من هالشيء. نحن بنعمل تقريبات لحتى نفهم المبادئ ونحسن نتعامل معها. أما هي بالحالة العادية ممكن يكون غالبية الأحيان بيكون التوابع هي تابعة لعدة متغيرات. فبنلجأ للتفاضل الجزئي، بحيث ساتقلكم أن التفاضل الجزئي لهالتابع بالنسبة لمتغير إكس، معناتها انا نفس التفاضل اللي انا بعرفه، اكس هو المتغير وبقيه المتغيرات ثابتين، هيك بدي اتعامل معهم. مثل اذا كان معي تابع واي تابع لعده متغيرات، للاكس واحد واكس اثنين واكس ان، بدي يكون شو تفاضل هالتابع بالنسبه لاكس واحد. اوكي، بعتبر كل هالعباره اكس واحد هو المتغير والبقايا ثابتين، ثوابت مستقل صفر. ممكن يكون تابع من هالشكل، تابع لاكس وواي، تابع لاكس وواي وزد من هالشكل هذا. هذا التوابع متعدده المتغيرات، نلجأ للتفاضل الجزئي.
بقول تفاضل تابع بالنسبة لواي بالنسبة لإكس. مثلا عندي هالتابع متعدد متغيرات واي تابع لاكس وزد وتي ومتغيرات تانية. المشتق الجزئي للتابع اف بالنسبة لأحد متغيراته اكس نرمز له الفتحة اكس اللي هي دي اف على دي اكس. هلا نحن كنا نرمز للتفاضل المتغير واحد دي اف على دي اكس، هاي الدي واقفة. هلا بالتفاضل الجزئي بنعكسها هيك بصير دي اف على دي اكس، معناتها هاي تفاضل جزئي لاف بالنسبه للمتغير اكس. كمان فينا نوجد المشتق الثاني للتابع بالنسبه بنفس الطريقه اف فتحتين لاكس، المشتق الثاني لاف بالنسبه لاكس شو بنرمز له؟ دي 2 اف على دي اكس مربع. كيف بنحسبها؟ هنيك كنا نحسب نحن اف، نحسب منها اف فتحه، ومن اف فتحه نحسب اف فتحتين. هون نحسب المشتق الاول، هون المشتق الثاني، نفس الشيء هون. هلا هون عم نحسب منها دي اف بالنسبه لاكس نفسها. من هاي انا من المشتق الاول من الاف بحسب المشتق الجزئي بالنسبه لاكس، منها بحسبه، يعني باخذ هل تابع هاد دي اف على دي اكس النتيجه تبعها ومشتقة بالنسبة لإكس. شو طلع معي هالتابع هذا؟ بيجي مشتقة بالنسبة لإكس، بعتبر الإكس في متغير والبقايا ثابتين. كمان ممكن نحن نوجد المشتقات الجزئي بالنسبة لمجهولين إكس وواي. بالنسبة لمجهولين إكس وواي. بنرمز له هون. الفتحة إكس واي يساوي الفتحة واي إكس، يعني إذا بدلت بيناتهم مو مهم. هي شلون تكتب دي 2 اف على دي اكس دي واي؟ شو يعني؟ انا بحسب مشتق اف بالنسبه للدي واي، بشتقه بالنسبه لمتغير واي، هالجواب اللي بيطلع معي بشتقه بالجزئيه بالنسبه لاكس، فبعتبر الاكس هون ثابت والبقايا متغيرين. وفيني انا اكتبه كمان بالشكل الثاني دي على دي واي لدي اف على دي اكس، يعني بشتق التابع بالنسبه لاكس. هون بعتبر الاكس ثابت والبقايا، عفوا الاكس متغير والبقايا ثوابت، بيطلع معي دي اف على دي اكس. هاد هلا بيجي بشتقه جزئيه بالنسبه لواي، فبعتبر الواي اللي فيه هو متغير والبقايا ثوابت وبيكونوا متساويين. رح ناخذ هلا نشوف تمارين بنشوف كيف الوضع كيف بنستخدمها. هاي مجموعة توابع تمارين عندي. تابع لاكس واي، شو المشتق الجزئي لاف لهالتابع بالنسبة لاكس؟ اكس هو المتغير والبقايا ثوابت 10 اكس، وهون ثابت شو مشتقه؟ صفر، بيطلع 10 اكس. شو مشتقه بالنسبة لواي؟ هذا الواي 6 واي، والاكس هو ثابت صار مشتقه صفر. هذه هي. تابع ثاني مشتق الجزئي بالنسبة لاكس، اكس المتغير والبقايا ثوابت، هون هي 4 اكس، هون 3، هون في كلهم ثوابت مشتقة صفر. بالنسبة لواي هون صفر، هون 2 واي ناقص 4، وهون ماشي ثابت مشتق صفر. بالنسبة للزد هون كلها ثوابت مشتقة صفر، وهون ضلت 3. طيب المثال الثالث، إذا عندي تابع لإكس هو إكس ضرب واي ضرب زد، مشتقه الجزئي بالنسبة لإكس أمثالة اللي هي واي زد، بالنسبة لواي أمثالهم إكس زد، بالنسبة لزد أمثالهم إكس واي. هاي إكس إكس واي. ماشيين تمام يا جماعة؟
هلا ما نلجأ لأنه نعمل أحيانا ممكن نعمل تقريبات. شو هي التقريبات؟ إذا تغيرت x بمقدار دلتا x، يعني دائما نحن عم نحكي التقريبات وتكون عندي توابع متعددة المتغيرات المجاهيل. عندي إذا عندي تابع زد تابع لها متغيرين x و y. طيب إذا أنا هلا مثلا كان عندي تغيرات في x بمقدار دلتا x وظلت ال y ثابتة، إذا ال y ما تغيرت بس تغيرت x بمقدار دلتا x، شو بيأثر على الزد؟ بصير في عندي تغيرات في الزد، هي نحن سميناها دلتا زد واحد، هي مشتق الجزئي ل f بالنسبة ل x ضرب دلتا x. إذا تغيرت y بمقدار دلتا y وبقيت x ثابتة، فبيكون تغيرات لزد 2 هي dz على dy ضرب دلتا y. طيب هون السؤال المهم، الوقت بيتغيروا ال x وال y سوا بنفس الوقت، وكثير بالحياة العملية ممكن المتغيرين يتغيروا. شو بده يكون عندي تغيرات على الزد؟ فهذه صيغة التقريبات، بيقول أنا عندي دلتا زد هي قد ايه تغيرت من الحاله الاولى قد زائد قد ايه تغيرت من الحاله الثانيه، بيحكي كل وحده على انفراد، وتساوي مشتق الجزئي الى زد بالنسبه لاكس دلتا اكس زائد مشتق الجزئي الى زد بالنسبه لواي ضرب دلتا واي. هون شو عملت؟ جمعت، قلت اذا تغيرت اكس لحالها شو؟ زائد اذا تغيرت واي لحالها شو؟ هون هاي صيغه تغيرات صغيره. اوكي؟ والدلتا هي دائما مثل ما ذكرت هي التغيرات الكبيره نسبيا، وتصير تغيرات صغيره نسبيا بتصير نستخدم الدي اللي هي نفس التفاضل، بنصير نطبق على العلاقه هاي. لنشوف وين تطبيق هالشيء هذا. خذوا هالتمرين، زد يساوي هالعلاقه 2 اكس مكعب واي ناقص 5 واي مكعب اكس تابع لاكس وواي. عم يقولوا نحسب المشتقات الجزئية بالنسبة ل x وبالنسبة ل y عندها نقطة x2 y4. طيب أول شيء dz بالنسبة ل dx، اشتق هو بالنسبة ل x 6x مربع y، ال y هون ثابتة 6x مربع y هون ناقص 5y مكعب أمثال ال x. هلا بالنسبة لل y، طيب هون أمثال ال y 2x مكعب وهون y ناقص 15 واي مربع اكس، ناقص 15 واي مربع اكس. نجي بنعوض عند النقطة اكس 2 واي 4. عوضوا كل وحدة. هون عوضوا الاكس 2 والواي 4 بيطلع معي قيمة، هون بيطلع معي قيمة. هلا هون ما بيطلع معي 16، بيطلع معي شوفوا لي شو بيطلع. شو الناتج هون؟ دي زد على دي اكس. اكتبوا لي اياها. ناقص 224 عامل لي بالشهر. هون ناقص 224 صحيح، وهون ناقص 464. طيب هلا اذا انا بدي اجي اعمل، صار في عندي تغيرات بالاكس وبالواي. الاكس تغيرت من 2 ل 2.1 والواي من 4 ل 3.9، معناتها الدلتا اكس هي 2.1 ناقص 2 تطلع 0.1، دلتا واي 3.9 ناقص 4 ناقص 0.1. هلا اذا استخدمت صيغه التقريبات الصغيره اللي شفناها هي علاقتها هيك، فمشتق زد بالنسبه للاكس هلا مو 16 انه ناقص 224 ضرب دلتا اكس هي 0.1 زائد هالمقدار، هون ما بيطلع 48 كمان بيطلع 24. تاكدوا منها. هاي باستخدام صيغة التقريبات الصغيرة، إذا عم تغيرات زد عم تطلع هيك. كل ما تغيرت إكس من 2 ل 2.1، الواي من 4 ل 3.9، عم تصير التغيرات
الزد دلتا زد هي 24، يعني اذا اتغيرت اكس دلتا اكس 0.1 والدلتا واي ناقص 0.1 دلتا زد 24. طيب انا بدي احسبها بطريقه ثانيه. عندي انا الزد قبل التغيير وبعد التغيير. قبل التغيير هاي هي زد 1، عوضوا الاكس 2 والواي 4 هون طلعت هالقيمه هاي. زد 2 بعد التغيير نفس الشيء، بهالقيمة عوضوا اكس 2.1 والواي 3.9 طلع معي هالقيمة هاي. دلتا زد هي زد 2 ناقص زد 1 مثل ما حسبتهم، قيمة النهائية ناقص قيمة البدائية بيطلع 25.4، وهي مختلفة عن القيمة السابقة اللي هي مو 48.24 بس قريبة منها، يعني 25.4 و24. أي القيمة الدقيقة برأيكم؟ هاي أو ال 24؟ هون تغيرت اكس بمقدار دلتا اكس 0.1، دلتا واي بمقدار ناقص 0.1، حسبت دلتا زد بطريقة التقريبات الصغيرة طلعت 24، وبطريقة العادية طلعت 25.4. فبالشارع عم يقول لي الدقيقة هي 25.4، بتوافقوا لها بالشارع ولا لا؟ شو رأيكم؟ رغد ما فهمت السؤال. عم اقول انا حسبت دلتا زد بطريقتين، مرة بطريقة التقريبات الصغيرة طلعت 24، ومرة بطريقة انه انا قبل وبعد الفرق بين القيمتين بعد التغيير وقبل التغيير طلعت 25.4. اي القيمتين هي الأدق؟ شو رأيك يا رغد؟ ليش يا رغد طيب؟ ليش يا رغد الأدق هي 25.4 مو 24؟ شو برأيك؟ ليش يا رغد 25.4؟ إذا ما بتعرفي قولي لي ما بعرف، بس إذا سألتي سؤال عم نسألك جاوبناك بدك تجاوبينا. ليش 25؟ ما عرفت تجاوبي، ما هلا ليك جاوبتي. أنت 25.4. يعني شفتي هالناس عم تكتب 25.4 فقلتي بنكتب مثلهم؟ لك النتيجة الأخيرة، يعني هلا هاي يكون كاتب لك إياها بعد هاي بتصير النتيجة الأخيرة فهاي بناخذها يا رغد؟ هيك المحاكمة تبعيتك؟ هاي طريقة وهاي طريقة، لأنه النتيجة الأخيرة هي لأنه كتبنا هاي بالآخر، يعني نكون كاتبين هاي بالآخر بتصير هاي الصحيحة. برافو يا بشار، بشار أول واحد جاوب وقال هذه هي الطريقة القيمة الدقيقة. ليش؟ ورجع شرح هلا، لأنه ال 24 هي جاي من تقريبات، والتقريبات دائما فيها خطأ. ما ف 24 قريبة من 25.4 ولكن بتقريب ما، ففي خطأ ما، فالدقيقة والصحيحة هي هون. هلا هاي مقبولة بتقريب ما. هلا لو اني انا حاطط الدلتا اكس مثلا بدل 0.1 حطيتها 0.01، والدلتا واي مثلا ناقص 0.01، يعني صغرتها اكثر، فانا برأيي
راح تقترب ال 24 من 25.4. كل ما كانت التغيرات صغيره كثير بتصير هالتقريبات صغيره مقبوله اكثر. جربوها لحالكم اذا بدكم، جربوا الدلتا اكس مو 0.1 مثلا، حطوا 0.01 وهون ناقص 0.01، شوفوا لازم تطلع مو 24، لازم تصير قريبه من 25.4. يعني كل ما صغرت التغيرات هون تبع اكس وواي كل ما وصلنا لنتيجه اقرب للواقع للقيمه الفعليه. هلا بدنا نحكي عن المرونه الجزئيه، نحن شفنا هلا من بدايه المحاضره عرفنا المرونه. كمان نفس السبب المرونه كنا نحن نعتمد انه في عندي متغير واحد كيو متغير لبي والبي لكيو، ولكن كمان بالواقع التوابع هي بتكون متعدده المتغيرات، فلذلك نحن نلجا المرونه الجزئيه انه بالنسبه لمتغير ما نفس مبدا التفاضل الجزئي. فهون بنعرف المرونه الجزئيه للطلب بالنسبه للسعر نفسه اللي موجود عندنا، بس كنا نكتب دي كيو على دي بي لانه الكيو هي تابعه فقط للبي. اما هلا بدنا نكتب مشتق الجزئي لكيو بالنسبه للمشتق الجزئي للبي، لانه الكيو ممكن تكون تابعه لعده متغيرات، ممكن تكون تابعه للبي للواي اللي هو الدخل المستهلكين، ممكن تكون تابعة لأي متغير آخر. المرونة الجزئية للطلب بالنسبة لسعر المنتج البديل نفس الشيء A على Q ضرب DQ على DA، هون بالنسبة لل P هون بالنسبة لل A. كمان بالنسبة للدخل اي واي هي واي على كيو ضرب جي كيو على دي واي. هون عم نقول نحن اذا كان المنتج طبيعي نورمال المنطقي يزداد الطلب مع زيادة الدخل. وقت بيزداد الدخل بيزداد الطلب على المنتجات. فهذا شيء طبيعي. هلا لما بيكون المنتج غير اساسي، اذا المنتج طبيعي يعني اساسي، اذا غير اساسي وقت زاد الدخل مو الطلب ممكن يتناقص على المنتج. يعني هو بيكون المنتج غير اساسي. فاذا واحد صار معه دخل زياده وما طلب هالمنتج معناته هالمنتج غير اساسي. هلا في بعض الحالات بيكون عندنا منتجات رفاهيه اللي هي بتكون نسبه الاستهلاك اكبر من نسبه زايد بالدخل. يعني بغض النظر انه المنتج عم ينطلب اكثر من نسبه قد ايه زدنا دخل المستهلكين. وهالشيء هذا بظن انتم عم تدرسوه بالتفصيل اكثر وبتحكوا عنه اكثر بالاقتصاد الجزئي. ما رح احكي اكثر من هيك هون على هالنقاط هي. ناخذ مثال عندي الكيو تابع لثلاث متغيرات بي اي واي ومعطيه هالثلاث قيم. بدنا ندرس هالتابع عند هالثلاث قيم. عندها ثلاث قيم الواي والاي والبي بعوضها بيطلع الكيو هو 400. طيب خلينا نحسب المشتقات الجزئيه. دي كيو على دي بي هي ناقص 3. بالنسبه للاي 2. بالنسبه للواي هي 0.2. المرونه السعريه بالنسبه للطلب. المرونه السعريه للطلب. مو بالنسبه للطلب، السعريه للطلب. هي بي كيو على كيو ضرب دي كيو على دي بي. عوضوا بي على كيو بي 20 على كيو 400 ضرب دي كيو على دي بي ناقص 3 بيطلع ناقص 0.15. كمان نفس الشيء اذا حسبناها بالنسبه للمنتج البديل نفس العلاقات اللي طبقناها من شوي فبيطلع معي المطلوب. بس هاي مو هيك، هاي مو هون ابو الحل. انا اظن A لازم يكون A
على كيو، وهون مو بي على واي، لازم تكون واي على كيو. عوضوا هون، هذا هيك فاي على كيو هي ايه، وين ايه 25 على 400، وهون واي على كيو الف على 400، نفس التطبيق. طيب اخر فقره بهالجلسه راح تكون بهالفصل عن مضاريب لاجرانج. مضاريب لاجرانج كمان احنا سبق وشفنا بالنسبه للتوابع وحيده المتغير، شفنا كيف نحسب القيمه المثلى للتابع، وخاصه شفناها بالجلسه الماضيه لتابع الربح واتخذنا مشتقه. طيب هلا اذا التابع متعدد المتغيرات كمان، شو هي القيمة الأمثلية لهالتابع؟ الحياة العملية بالشركات بيكون عندي تابع لمتعدد المتغيرات، وبيكون في عندي قيود على هالمتغيرات. شو ما هي أفضل قيمة أو القيمة المثلى لهالتابع؟ سؤال بينطرح كثير. فهون بنلجأ لطريقة لاجرانج. شو بتقلي طريقة لاجرانج؟ طريقة سهلة. إذا أنا كنت عم ببحث عن قيمة مثلى للتابع لمتغيرين x و y، عندي قيود t x y يساوي m، يعني كل شيء له علاقة بالx والy يساوي للm، بكتبه بطرف والطرف الثاني هو ثابت حد m. أول طريق، أول خطوة بيجي بعرف تابع جديد اسمه g y g x y لاندا. لاندا هي معامل لاجرانج. شو هذا التابع؟ هو هالتابع الاصلي اف اكس واي ناقص لندا ضرب قوس القيود ناقص ام، القيود المحطوطه بهالطرف ناقص ام. ما عملت شيء انا. هالتابع ناقص لندا ضرب هالقيود ناقص ام. هلا بعض المراجع شلون بتكتبها كمان؟ اف زائد لندا، فشو بتكتب ام ناقص التي، يعني هون ناقص لندا بصير زائد لندا، بس بيعكسوا جوانيات ام ناقص تي، نفس الشيء تماما. فاذا مرق معكم شي مره بشي مرجع هيك او هيك نفس الشيء. الخطوه الثانيه بحسب المشتقات الجزئيه لهالتابع جي بالنسبه لاكس وواي ولندا وبعدمهم، بيطلع معي ثلاث معادلات بثلاث مجاهيل. المجاهيل شو هن؟ اكس وواي ولندا. حلهم. القيم اكس اللي بتطلع معي والواي بعوضها هون، فبيطلع معي القيمه المثلى للتابع اف. اذا جي هو تابع لاجرانج، لندا هو معامل لاجرانج او مضروب لاجرانج. هذا تطبيق عن مضاريب لاجرانج. عندي هالتابع لمتغيرين x و y، وعندي هالقيد. ما هي القيمة المثلى لهالتابع؟ x و r. طيب عرفنا تابع لاجرانج جي اكس واي لندا هو هالتابع نفسه هذا، هون عرفه زائد لندا، هلا من شوي قلتها بالست ناقص دول، الطرف الثاني ناقص هذا. هلا جينا اخذنا المشتقات الجزئيه دي جي على دي اكس، خذوها بالنسبه لاكس. هون اكس مربع هي 2 اكس، هون ناقص 3 واي زائد 12، والاكس هون ناقص 2 لندا يساوي الصفر. مشتق الجزئي بالنسبه لواي هون ثابت صفر، مشتقه صفر، هون ناقص 3 اكس، هون مشتقه صفر، اللندا 6. عفوا بالنسبه للواي هي الواي ناقص 3 لندا يساوي الصفر. مشتقه بالنسبه للندا كل هدول الصفار بضل امثال اللندا اللي هي 6 ناقص 2 اكس ناقص 3 واي. ثلاث معادلات من ثلاث مجاهيل هن اكس وواي ولندا، بحلهم بيطلع معي لندا 1، الاكس ناقص 1، والواي 8 على 3. بعوض اكس والواي طلعوا معي هون، فبيطلع معي اف اكس واي عند هالقيمه ناقص 1 8 على 3 ناقص 3، وهي القيمة المثلى للتابع F هي ناقص 3. عند أي نقطة؟ عند الناقص 1 8 على 3، شو قيمته؟ ناقص 3.
اي سؤال او اي استفسار او شيء مو واضح. اكيد طلعت معنا لندا 2. وين لندا 2؟ يا بشير وين طلعت معنا لندا 2؟ طلعت معنا لندا 1. حل المعادلة 2 هون. هاي اول شيء راح احدد لك اياها هون، مشتق الجي بالنسبه لاكس جزئيا. الاكس مربع شو مشتقه؟ اصبح هون الاكس هو ثابت والباقي متغيرين. اكس مربع هو مشتقه 2 اكس ناقص 3 اكس واي، شو مشتقه بالنسبه لاكس؟ ناقص 3 واي. 12 اكس شو مشتقه بالنسبه لاكس؟ 12. هون شو مشتقه بالنسبه لاكس؟ بس ناخذ الحد في اكس ناقص 2 ضرب لندا هذه يساوي الصفر بالنسبة للواي. تمام هون أول وحدة يا بشير؟ تمام. ثاني وحدة مشتق الجي بالنسبة للواي، هذا ثابت مشتقه صفر. هون الواي شو مشتقها لحد بالنسبة للواي؟ ناقص 3 اكس. هون ثابت نعتبره لأنه عم يشتق بالنسبة للواي، مشتقه صفر. هون شو مشتقة بالنسبة للواي؟ بس باخذ الحد في الواي، ناقص 3 لندا يساوي الصفر. تمام هون يا بشير؟ تمام. مشتق الجي بالنسبة للندا، كل هدول ثوابت مشتق صفر، ضل اللندا، شو مشتق اللندا؟ هذا بالنسبة للندا، أمثالها 6 ناقص 2 اكس ناقص 3 واي يساوي الصفر. تمام هون؟ واضحة. هدول الثلاث معادلات بثلاث مجاهيل اكس وواي ولندا، حلوهم مثلا طلعوا هون اكس بدالة لندا، عوضوهم هون اكتبوا اكس بدالة لندا وهون الواي بدالة اكس، عوضوهم هون ثلاث معادلات بثلاث مجاهيل بنحلوا بيطلع معي قيم اكس وواي. هذا هو الحل. خلصت جلستنا وخلص موضوع بحثنا ضمن المشتقات والتفاضل لهل ضمن هالمقرر. هلا بنجي اذا الفصل السادس المشتقات وتحليل ظاهرة التحدي، انتهينا منه على 3 جلسات، شرحناه بظن اعطيناه وقته، حلينا تمارين بظن لازم يكون صار واضح. اذا في شيء مو واضح بدكم تدرسوه وتسالوني. اذا هلا حدا عنده شيء مو واضح فيه يسالني. هون التمارين أسئلة صح وخطأ، بتمنى نحن درسناهم بعضهم في الجلسات السابقة. في حدا عنده سؤال عليهم؟ يلي دارسهم يسألني، يلي مو دارسهم بده يدرسهم. حدا عنده سؤال عليهم؟ ما حدا عندهم. حلينا نحن بعضهم، هون أسئلة متعددة الخيارات كمان حلينا البعض منهم. حدا عنده استفسار أو شيء ما عرفه؟ حدا عنده في سؤال جوابه مو مقتنع فيه؟ قل له تمام ان شاء الله. اخر شيء في عندنا مسائل. هاي المسألة الأولى أظن كانت هي بالوظيفة. المسألة الثانية سبق وحليناها. المسألة الثالثة شو عم يقولوا لي؟ أوجد صيغة العلاقة بين تابع المرونة الطلب بالنسبة للسعر E وتابع الإيرادات الهامشية. هذا مرق معنا بالجلسة. MR هلا برجع لكم عوين MR هو الإيرادات الهامشية، هي تساوي البي في 1 زائد 1 على E. هاي العلاقة. إيجاد الصيغة هاي الصيغة. وين وجدت معنا نحن مرقت معنا بالجلسة؟ جلسة اليوم طلعت معنا بالخصائص. ها
هاي خصائص مرونة الطلب. قلنا شو العلاقة بين المرونة والإرادة الحدية؟ اشتقيناها وطلعت معنا علاقة، هاي هي المطلوبة. إذا السؤال هو من النظري. السؤال الرابع خلينا نشتغل فيه. عندنا تابع إنتاج له هالشكل كيو، كي مربع زائد 2 ال مربع. كيو هي الكمية المنتجة، ال حجم العمالي، وكي رأس المال. إذا هالتابع تابع لمتغيرين كي وال. قولوا صيغة التوابع الهامشية ام بي كيو ام بي كي عفوا اللي هي مشتق الجذر إلى كيو بالنسبة للكي، وهون ام بي ال هي مشتق الكيو بالنسبة لل. شو الوجود اللي هون؟ ام بي كي هذا هو مشتق كيو بالنسبة للكي. شو مشتقه؟ 2 كي. تمام يا بشر. الام بي ال مشتقه بالنسبة لل 4 ال. صحيح. شو برهن صحة الصيغة ام ار تي اس؟ هلا هاي ام ار تي اس هي موجوده تعريفها بالجلسه، هلا بدنا نكون عليها، نحن ما ذكرناها بالجلسه، موجوده بالفصل. ام ار تي اس هي عباره عن ام بي ال على ام بي كي. سبون لبعضهم، ام بي ال هي 4 ال على 2 كي يساوي 2 ال على كي. ها هي 2 ال على كي. هاي العبارة موجودة بالشلسي، هلا بالكم عليها. هلا بعدين عم يقول لي برهن صيغة صحة العلاقة، كي ضرب مشتق الكيو بالنسبة ل ال زائد ال مشتق الكيو بالنسبة ل ال يساوي 2 كيو. ايه ما بدها شيء. كي شو الكيو بالنسبة للكي؟ هاي 2 كي. دائما استفيدوا من يلي حسبناه هون، زائد ال ال ضرب دي كيو على دي ال هي هاي 4 ال تساوي 2 كي مربع زائد 4 ال مربع وتساوي، نطلع 2 من برا قوس، كي مربع زائد 2 المربع وتساوي 2 الكي مربع زائد 2 المربع. شو هي؟ ها هي كي مربع زائد 2 المربع كيو 2 كيو، وهو المطلوب. اي سؤال؟ تمام. شوف التمرين اللي بعده السادس هو اخر واحد. احنا بدأنا في هذا السادس، تعظيم الربح. عندي شركة عندها منتجين A و B، سعر كل منتج معطى معنا والتكاليف الكلية معطى. برهن تابع الأرباح يعطى بهالشكل. تابع الأرباح نحن تتذكروا أن تابع الأرباح هو تابع التكاليف، تابع عفوا الإيرادات ناقص تابع التكاليف. إذا تابع الربح تي بي هو تابع الإيرادات ناقص تابع التكاليف، تابع التكاليف معي. بدي تابع الإيرادات، تابع الإيرادات بذكركم فيه تماما يا جماعة، إيرادات ناقص تكاليف. وتابع الإيرادات شو هو؟ عندي منتجين هون، هو المنتج الأول كميته ضرب سعره زائد المنتج الثاني كميته ضرب سعره. مع التي سي بطرحهم بيطلع معي التي بي، بيطلع معي بهالشكل هذا. هذا حلنا. هلا حلوا للطلب الثاني المشتقات الجزئية.
احسبوا لي تي بي، يلا تي بي ايه مساوي تي بي ايه، هي مشتقة تي بي بالنسبة لكيو ايه. يلا شو بيطلع؟ انتو بتكون تحلوها. طلع معنا 50، تمام 50 كيو اي. كيو اي هي المتغير، الباقي ثوابت. هون 50 ناقص 4 كيو اي، هون ثابت مشتقة صفر، هون ثابت مشتقة صفر، هون ناقص 3 كيو بي، ناقص 3 كيو بي. تمام ممتاز ممتاز. لما نقصت كيو بي ومريت نفس الشيء، لين ده صحيح. طيب شو المشتاق هذا؟ اول واحد خلص. شو مشتاق تي بي اي اي؟ تي بي اي اي اللي هو شو؟ المشتقة الثانية للتي بي بالنسبة لكيو اي. برافو يا ليندا، ناقص 4، برافو. هو نفسه هذا مشتقه لكيو اي، نفسه مشتقه لكيو اي. هون ثابت صفر، هون ثابت صفر، هون كيو اي، شو مشتقه؟ ناقص 4. عرفنا هاي؟ خلينا نحسب تي بي بي. هيك مشتقة تي بي بالنسبة لكيو بي. يلا بالشارع عمل لي ناقص 95 زائد 8 كيو بي ناقص 3 كيو اي. صحيح. ما في اشارة يا لما ويا لما، ما هو ناقص 8 كيو بي، 8 كيو بي هون بالنسبة لكيو بي، هون كل اصفار، هون ناقص 95، هون زائد 8 كيو بي، وهون ناقص 3 كيو اي. تمام يا لما، ما في هون، هون زائد مو ناقص. اوكي ما في مشكلة. السؤال تي بي للبي بي شو يساوي؟ هاد المشتقة الثانية لتي بي بالنسبة لكيو بي، بنتقل من هاد ومشتقه بيطلع معي 8. سهلة. إذا من هاد مشتقه بالنسبة لكيو بي، شو هو الكيو بي؟ متغير البقية ثوابت، مشتقه أمثاله 8. طيب
طيب السؤال المهم هلا هو تي بي ل اي بي. يعني بدي اشتق تي بي مره لكيو اي ومره لكيو بي. يلا اشوف مين الشطور اللي بده يجاوبني. بشار عملي ناقص 3، شو عرفت يا بشار؟ وليد ده ناقص 3، قولوا لنا شو عرفتوه؟ تمام كلكم شطورين. هلا مشتق A تي بي بالنسبة ل كيو A و كيو بي، إما بيجي على مشتقه بالنسبة ل كيو A ومشتقه بالنسبة ل كيو بي، بعتبر هون كيو بي وين هي؟ مشتق بالنسبة ل A بيطلع ناقص 3، أو باخذ التي بي اللي هي نحن هي التي بي هي مشتقينها بالنسبة ل كيو A ومشتقة بالنسبة ل كيو A، وين كيو A؟ هي ناقص 3. هالحالتين بيطلع صحيح. إذا لأنه هي مشتقة بالنسبة لـ QB أو وثم لـ QA. أو أنا قلت لكم بالجلسة التبديل صحيح. مشتقة بالنسبة لـ QA، النتيجة مشتقة بالنسبة لـ QB. فهون نحن مشتقينها بالنسبة لـ QA. هيشتقوها بالنسبة لـ QB ناقص 3. أو هون مشتقينها نحن لـ QB، اشتقوها بالنسبة لـ QA ناقص 3. هذا هو. تمام؟ تمام خلاص رح نوقف هون. انتهت جلستنا اليوم. بتكفوا الحل لحالكم اذا في شيء، بتدرسوا الدرس وبتشوفوا الحل تبعه. يعطيكم العافية. جلستنا العاشرة اليوم انتهت، حكينا عن التفاضل الجزئي والمرونة ومضاريب لاجرانج. إذا الفصل التفاضل المشتقات انتهى بالكامل. شكرا لكم وبتمنى تدرسوا منيح تحضروا بشكل جيد. بذكركم نحن الساعة عندنا جلستين 11 و12، جلسة عن التكاملات وتطبيقاتها وجلسة عن المصفوفات وتطبيقاتها. أيضا المحاضرات مواعيدها موجودة عندكم بالإيميل. على كل بكرة في عنا جلسة. لا ما في مراجعة. هاي عم نحل تمارين كثير بالجلسة، ما في مراجعة. المراجعة هاي للطالب، هو بيعمل مراجعة لحاله. أنتم طلاب جامعة. فنحن كل جلسة عم نغطيها بتمارينا وخدتوا وظيفة مهمة قدمتوها اشتغلتوا عليها. فالمراجعة كل مين بيعمل مراجعة لحاله، احنا عم نشتغل كل جلسة بجلسة. بكرة الجلسة من 8 للعشرة الصبح، وجلسة تانية يوم مثل اليوم الخميس القادم بتكون اخر وحده كمان من 8 ل 10 مساء. صحيح. شكرا لكم ويعطيكم العافيه. اذا حدا عنده سؤال في يسال هلا. ما حدا عنده سؤال في امكانه يغادر المحاضره. تصبحوا على خير.